أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. الجيش الإسرائيلي يكشف عن تدمير نفق بحري تابع لحماس كان سيستخدم من قبل الكوماندوز البحري. والمجلس الوزاري المصغر يجتمع لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة بعد أيام لم تكن هادئة على الشريط الفاصل بين إسرائيل والقطاع. وزارة الخارجية الإسرائيلية تقدم تقريرا لمجلس الأمن يتضمن مساء إيرانية لتأسيس قوة عسكرية لحماس في لبنان. تخوفات إسرائيلية من تعزيز نفوذ الحركة في الجنوب بعد عودة الزيارات الحمساوية ولقاءاتهم بقياديي حزب الله. الملف النووي الإيراني حاضر في اجتماعات مجموعة الدول السبع وقمة شانغهاي. تأكيدات في كندا على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية واتفاقات في شانغهاي على الالتزام بخطة العمل النووية الإيرانية المشتركة. بعد أزمة سياسية واقتصادية عصفت بالأردن، السعودية تدعو العاهل الأردني لقمة عربية تحضرها الكويت في مساء خليجية لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية في عمان. في كشف يعتبر الأول من نوعه، الجيش الإسرائيلي يقول أنه دمر نفقا بحريا تابعا لحماس في عرض البحر كان سيتم استخدامه لتسلل الضفادع البشرية من قبل حماس للسواحل الإسرائيلية. كشف يأتي بعد استمرار التصعيد على الشريط الفاصل بين غزة وإسرائيل بعد جمعة مليونية القدس. تطورات بين إسرائيل والقطاع تأتي في أعقاب مطالبة ليبرمان بإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وقبيل جلسة للمجلس الوزاري المصغر تناقش الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع بحضور كبار القادة الإسرائيليين على رأسهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. إسرائيل تكشف عن تدمير نفق في غزة يمتد من موقع تابع لحركة حماس إلى عرض البحر، نفق كان سيتيح إطلاق عمليات بواسطة ضفادع بشرية قبيل ساعات من انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل وقطاع غزة. اجتماع هو الأول منذ أشهر لبحث الأوضاع الإنسانية في القطاع في أعقاب استمرار فعاليات مسيرات العودة منذ آذار مارس الماضي والتي قتل خلالها قرابة 130 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي ناهيك عن آلاف الإصابات، وفي وقت حذرت فيه تقارير الهيئات الدولية من انفجار الوضع بالقطاع إذا لم تحل الأزمة التي تسبب بها حصار غزة المتواصل منذ أكثر من 12 عاما. وحول غزة تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء القادم اجتماعا طارئا بناء على طلب بعض الدول العربية في محاولة للحصول على مشروع قرار يدين إسرائيل على غرار مشروع القرار في مجلس الأمن الذي استخدمت فيه الولايات المتحدة حق النقد الفيتو. رسالتي للشعب الفلسطيني، أقول ما حدث الجمعة على الأرض من قتل لمزيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين دليل على الحاجة العاجلة لتوفير حماية، وأقول إننا لن نكل في مسعانا إلى إيجاد سبل لتوفير الحماية للمدنيين لأن هذا واجبنا. فعاليات مسيرات العودة ستتواصل بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، كما أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، فيما لا تزال إسرائيل تبحث عن حلول تكنولوجية لوقف تهديد الطائرات الورقية التي باتت تسبب صداعا في رأس إسرائيل. والخوض في عمق هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور أحمد غنيم القيادي في حركة فتح، مرحبا بك، ومستشار الأمن القومي في إسرائيل دكتور عنان وهبة، مرحبا بك أنت أيضا. دعني أبدأ معك، الأمور لم تهدأ حتى هذه اللحظة في قطاع غزة منذ يوم الجمعة مليونية القدس يوم السبت، وحتى اليوم الجيش الإسرائيلي كشف عن تدميره نفق تابع لحركة حماس نفق بحري. إلى أين تتجه الأمور في ظل اجتماع اليوم يقوم به المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل لمناقشة الأوضاع الإنسانية هناك؟ نعم، أولا الوضع الراهن في غزة الإنساني هو وضع مأساوي جدا، وهذا وضع يراه الجميع، تراه الدول العربية ويراه العالم ويراه الشعب الفلسطيني، وهنالك نية واضحة من قبل جميع هذه الأطياف بما فيها إسرائيل بتغيير الوضع الإنساني في غزة، لأنه هذا الأمر لن يصب في مصلحة أي شعب، ولن يعني هذا الوضع اللي فيه هناك ناس تأتي إلى الجدار لا تتحدث فقط عن قضية سياسية، إنما عن وضع إنساني كان متوقع بأن 2018 سيكون الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى حد
كبير جدا لا يعني يسمح بحياة طبيعية بشكل أو بآخر في غزة. إلا أنه قد نتحدث عن القضايا التكتيكية في كل ما يتعلق في المقاومة التي تختارها حماس، ولكن هذا البعد هو بعد ضئيل جدا. طبعا هذا نوع من انتحار عسكري، لأنه يعني من الصعب الآن هذه المقاومة أن تنتصر يعني عسكريا، هذا واضح. إلا أنه كانت رسالة واضحة وصرخة إلى العالم بأنه يجب تغيير الوضع، وهذا لا يقول بأنه حماس قد تستغل هذا الوضع لكسبها السياسي. أمام حماس الخيار الاستراتيجي الوحيد هو أن تكون جزء من الصف الفلسطيني، وهذا هو الخيار الاستراتيجي الأنسب للفلسطينيين. نعم دكتور أحمد، على ما يبدو بالفعل الأمور لم تعد هادئة، وحتى يدور الحديث اليوم عن استمرارية في مسيرات العودة الفلسطينية على الشريط الفاصل. هل يمكن التعويل على جلسات المجلس الوزاري المصغر والحديث المطول والدائم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الجانب الإسرائيلي عن حلول مرتقبة لإعادة الإعمار لحل الأزمة الإنسانية أيضا في قطاع غزة؟ تعويل لا، ولكن هناك يعني فهم عميق للأزمة التي تمر فيها، الأزمة السياسية والارتباك السياسي لدى الحكومة الإسرائيلية. الإسرائيلية ترتبك سياسيا كلما واجهت أزمة في قطاع غزة، وذلك لأنها ترتكز على تحليل خاطئ لكيفيات حل هذا الصراع، وهي ترى في غزة، لا ترى في غزة إلا مشكلة أمنية، تراها مشكلة أمنية ولا تريد أن تفهم أن هذه المشكلة الأمنية بعدها الأساسي بعد سياسي، وهو يتعلق بإنهاء الحصار. إسرائيل تهتم بالمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة عندما يتحول ذلك إلى تهديد أمني إلى إسرائيل. 12 سنة من الحصار إسرائيل لم تفكر بالقضايا الإنسانية في قطاع غزة، وعندما تحولت الطائرة الورقية وكأنها طائرة F-16، الجيش الإسرائيلي، حكومة إسرائيل، الدولة النووية تخشى طائرات الورق، تهاب طائرات الورق، هذه دولة تخاف من طائرات الورق. هذا يعني أن هناك ارتباك سياسي وارتباك عسكري وارتباك في كل الأبعاد، أساسه أن هناك قراءة غير دقيقة وغير صحيحة لآليات حل هذا الصراع، قائمة على أيديولوجيا صعبة ومعقدة لا تريد أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة. أنا أريد أن أشير إلى ملاحظة أخرى. التحليل الإسرائيلي في فهم آليات المقاومة الفلسطينية تحليل كثير خاطئ، يعني يشاركك فيه ما قلته هنا هو قناعات هيئة الأركان في إسرائيل والجيش الإسرائيلي وزير الدفاع والحكومة والكل. هم يعتقدوا أن المقاومة تريد أن تهزمهم عسكريا، هذا لا، لا. نظرية المقاومة لا تقوم على الهزيمة العسكرية، بتقومش على أساس أنها تريد أن تهزم إسرائيل عسكريا، لأن هزيمة إسرائيل عسكريا هذا يتطلب توازن عسكري أو تفوق عسكري، وهذا غير متاح لقوى المقاومة. النظرية هي أن تهزم إسرائيل في المنظومة الأمنية، أن تهزم إسرائيل أمنيا. المقاومة، كل مقاومات العالم قامت على هذا المفهوم، هي هزمت عدوها على أساس أنه لم يتمكن، إما أنه لم يتمكن أن يستمر في العيش على الأرض التي احتلها، أو أنه لم يتمكن في العيش حتى في دولته بسبب احتلاله. نظرية لا تقوم على التوازن العسكري ولا تقوم على الانتصار العسكري. نعم. لذلك هذا التحليل الخاطئ يأخذ إسرائيل إلى هذا المنحى. المشكلة السياسية، لينهو الاحتلال هذا سينتهي، لينهو الحصار ستنتهي الأزمة. نعم لا دكتور. أنفاق ولا غير أنفاق، كل يوم حكتشفوا أنفاق. نعم دكتور وهبي، هناك من يقول بأن الإشكالية اليوم في الحكومة الإسرائيلية هناك نوع من الخلاف ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري في إسرائيل، ولما نتابع آخر التصريحات نرى ليبرمان دائما ما يهدد ويطالب بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وهذا على ما يبدو في الآونة الأخيرة أمر صعب في ظل هذه الأزمة الإنسانية وعدم وجود تفاهمات لربما بين حماس وإسرائيل أو وصول إلى تفاهمات أخيرة فيما يتعلق بهذا الشأن. أما المستوى العسكري والأمني يقول بأن هناك أزمة إنسانية يجب على المستوى السياسي حلها. نعم لا شك في ذلك. أولا ليبرمان يجب أن نذكر هو وزير الجيش عمليا، وزير الدفاع، وزير الجيش، وهو يعني هذه الأجندة المطروحة أمامه، ومن واجبه أن يعني يأتي بهذا الطلب، لأنه المخرج الاستراتيجي من هذا الوضع في غزة هو شيء، والتداعيات الأمنية الآنية والمستقبلية هي شيء آخر. وهنا أنا أتفق بأنه الموضوع الأمني هو جزء بسيط من هذه المشكلة، والمشكلة هي أكبر من ذلك بكثير. لأنه لو نظرنا إلى داخل الصف الفلسطيني يجب أن نذكر بأنه كان اتفاق أوسلو، ثم كان اختطاف للوضع في غزة، يعني عندما صارت عملية السلام في البداية وكان فتح والسلطة الفلسطينية متواجدة في غزة، كان هنالك أمل باستمرار هذا البناء، البناء الاقتصادي والاستثمار الإنساني وإلى ما ذلك. حصل ما حصل في 2007، وطبعا بعد أن خرجت إسرائيل من غزة
بشكل أحادي الجانب، والمصالحة الفلسطينية لم تنجح، لم تأتي بأي بشرى للشعب الفلسطيني وخاصة لمن يسكن في غزة. وبالتالي هذه القراءة تراها كذلك حكومة إسرائيل، يراها الصف العربي مثلا الخليج، وكان نوع من يعني توجه خليجي واضح بأنه هو يريد رجوع السلطة الفلسطينية بكل قوتها إلى غزة لبداية جديدة وانطلاقة جديدة تمنع هذه المأساة الإنسانية المتواجدة في غزة. وعليه الحكومة الإسرائيلية أنا برأيي ستتجه نحو البراغماتية. نحن رأينا الآن نوع من اتفاق غير مباشر ما بين حماس وبين حكومة إسرائيل، وهذا وضع جديد، والسلطة الفلسطينية عليها أن تراقب هذا الأمر من رام الله بوضوح، لأنه يجب أن تأخذ دورها في هذا التفاعل الذي يحدث الآن، ولا في نهاية الأمر لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو، سيكون مخرج وسيكون حل ممكن مرحلي، وكل الحلول هنا مرحلية، لا لم نرى حتى الآن نهاية صراع وإلى ما ذلك، ولكن الشيء الأول هو وقف المأساة في غزة. نعم دكتور أحمد، بالحديث عن الحل السياسي سواء من قبل الجانب الإسرائيلي أو الخليج أو حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الفلسطيني، استمعنا إلى تصريحات عباس زكي بالأمس، قال بشكل واضح بأنه سيصرف بعد الأعياد المسلمة الرواتب للموظفين أو 70% من هذه الرواتب. إذن على ما يبدو أيضا السلطة الفلسطينية تريد حلحلة الأمور في قطاع غزة. شوف، أنا لي وجهة نظر معلنة وخاصة في هذا الموضوع. الراتب حق ولا يجوز أن يستخدم بأي شكل من الأشكال، والمواطنين في قطاع غزة حق منا في رام الله وفي أي مكان آخر بهذا الراتب كاملا غير منقوصا. يعني في هذه اللحظة في هذا الظرف التاريخي هم حق منا، حتى نحن في الضفة الغربية في هذا الراتب. بالتالي يعني لا يجوز لا المجاملة ولا الحكي يعني المدور في هذه المسألة. يجب أن نكون واضحين، هذا الراتب حق، وهو الآن في أعلى درجات استحقاقات المواطنين في قطاع غزة، يجب أن لا يخضع لأي قياس آخر. والموضوع يعني إذا بدنا نقول إنه نقلص، قلصوا علينا في الضفة الغربية، لأنه هم في يعني إلى حد ما من الناحية الاقتصادية في ظروف اقتصادية إلى حد ما أفضل من قطاع غزة، بالتالي هم أكثر حقا. القيادة أنا أعتقد أنها تدرك يعني أن هذه المسألة باتت يعني مسألة مصرية يجب أن يتخذ فيها قرار، وقرار فوري. المشكلة ليست هنا، المشكلة بأنه لا زالت مسألة المصالحة وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة صلاحياتها تخضع يعني قياسات ليست في مكانها وحسابات ليست في مكانها. هناك رؤوس صغيرة لا زالت تحسب حسابات صغيرة فيما يتعلق بالقضية الوطنية بشكل عام، وعلينا أن ننتقل كما قلت أكثر من مرة من وعي الضرورة. كلنا ذهبنا إلى المصالحة وإلى طريق الوحدة من وعي الضرورة، يعني أن الضرورات دفعتنا إلى هذه المصالحة، ولكننا لم نذهب من وعي الواجبات. على قيادات الشعب الفلسطيني، حماس، فتح، كلنا أن ننتقل من وعي الضرورة إلى وعي الواجب. الواجب، وإحنا نقول أنه لا دولة بدون غزة، لا دولة بدون القدس، لا دولة إذا بقيت السياسة الفلسطينية تتجاهل الواجبات والضرورات العليا. نعم دكتور وهبي، أختم معك بهذا الملف. هناك جلسة طارئة للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم فيما يتعلق بغزة، كثرت هذه الجلسات سواء في الأمم المتحدة أو حتى في مجلس الأمن. ألا تعتقد بأن هذا الشيء يؤثر بشكل أو بآخر سلبي على الجانب الإسرائيلي إذا لم يكن على المدى القريب إنما على المدى البعيد أيضا؟ لا شك بأن الموقف العالمي واستمرار هذه الأصوات من داخل الأمم المتحدة هي تؤثر كثيرا على الموقف الإسرائيلي وعلى الوضع الإسرائيلي الدبلوماسي والسياسي العالمي. وهذه الأصوات هي غير مرغوبة طبعا في من قبل الحكومة الإسرائيلية، وعليه هنالك بحث جدي على ما يبدو على مخرج. المخرج يجب أن يكون إنساني أولا، يجب أن يكون اتفاق مع دول عربية صاحبة العلاقة مثل مصر أولا ثم الأردن، مع أن الأردن مشغول بأموره الداخلية اليوم، وطبعا السلطة الفلسطينية، وهنالك اتفاق غير مباشر كما قلت سابقا مع غزة، وهنالك نية دولية عالمية بوقف هذا الشيء. الآن تتفق حماس، حكومة حماس في غزة، مع حكومة إسرائيل في أمرين. الأمر الأول منع مأساة إنسانية في غزة، هذا يخدم مصلحة الطرفين، والشيء الثاني هو منع سقوط حماس من سدة الحكم، لأن هنالك جهات متطرفة أكثر من حماس الآن تريد أن تستغل هذه الظروف وأن تستمر في نفس عملية المقاومة من أجل وضع حماس في موضع سياسي صعب. ضيوف في الاستوديو ستبقون معي مشاهدي الكرام، دعونا ننتقل إلى ملفنا الثاني.
استمرارا لما يقال إنها مساعا إيرانية لتأسيس قوة عسكرية لحركة حماس في لبنان. توجه الجانب الإسرائيلي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتقديم تقريرا عن محاولة حزب الله بإعازة من إيران تأسيس مصانع للصواريخ وأماكن لتدريب المقاتلين في حماس، قضية لطالما أثارت حفيظة الجانب الإسرائيلي خصوصا في ظل الزيارات المتكررة للوفود الحمساوية للبنان ولقائها بقادة حزب الله، ما قد يشكل خطرا على أمن إسرائيل من وجهة نظرها، خصوصا بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن إيران تحاول تجنيد مقاتلين من أنحاء العالم لتشكيل خطر على أمن إسرائيل. نشاط إسرائيلي محموم في أروقة الأمم المتحدة لاستصدار موقف أو ربما قرار يدين التعاون العسكري بين حماس وحزب الله، ومحاولات الحزب إنشاء بنية تحتية عسكرية وصناعية للحركة في لبنان فضلا عن تدريب آلاف المقاتلين فوق الأراضي اللبنانية. وكانت وزارة الخارجية في إسرائيل قد عقبت على تقرير نشرته صحيفة لبنانية تطرق إلى التعاون الأخير بين حماس وحزب الله برعاية إيرانية، حيث أكد مصدر في الوزارة أن إسرائيل تراقب الوضع باهتمام وباستمرار. أما السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون فقد تطرق إلى الموضوع معتبرا ذلك تجاوزا للحدود، قائلا إن حماس تسعى لتوسيع نطاق تهديدها لإسرائيل، ومؤكدا أنه توجه برسالة لأعضاء مجلس الأمن محذرا فيها من مغبة هذا التعاون، ومشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاءه كونه ينتهك أيضا قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية. وترى الأوساط الإسرائيلية أن هذا التعاون العسكري المتجدد يشير إلى عودة حماس تدريجيا نحو محور دمشق طهران والذي تباينت مواقفها معه طوال سنوات الأزمة في سوريا، وأن تجديد التعاون بين حماس وحزب الله قامت به إدارة الصقور في حماس متمثلة بنائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري والمتواجد بشكل شبه دائم في لبنان. ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل قد تستعد للتوجه إلى أي عملية عسكرية ضد هذه القواعد المنشآت أو هذه المبادرات المشتركة. واضح أن أي عملية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية قد تؤدي إلى معركة عسكرية شاملة. إسرائيل لا ترغب في ذلك في هذه المرحلة. ليست هذه هي المرة الأولى التي تربط إسرائيل فيها بين صراعها مع حماس وبين صراعها مع إيران، بل إن المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي لا يرى بحماس أكثر من ذراع إيرانية على حدود إسرائيل. أرحب مجددا بضيوفي في الاستوديو دكتور أحمد، مرحبا بك مجددا، دكتور عنان أيضا مرحبا بك مجددا. أبدأ معك في هذا الملف. بالفعل ما تخشاه إسرائيل أو ما يخشاه الجانب الإسرائيلي هو القرب الشيعي، ما يسمونه بقرب الشيعي مع حركة حماس، ليس القرب السني إنما حزب الله إيران حركة حماس. في الآونة الأخيرة تحدثنا عن مسيرات العودة والإعاز الإيراني، هذا ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية. اليوم يدور الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية، ليس بجديد أيضا في جنوب لبنان. نعم، استراتيجية إيران الإقليمية واضحة وهي تلقى نقد كبير جدا إقليمي، هنالك يجب أن نذكر محاور إقليمية واضحة، يعني السعودية ودول الخليج العربية ترى في هذا المد الشيعي والمد الإيراني إلى داخل العالم العربي، واستغلال الوضع الراهن في سوريا من أجل التواجد على المتوسط وإلى ما ذلك خطر استراتيجي كبير على الأمن القومي لهذه الدول كما على إسرائيل. إسرائيل ليست الدولة الوحيدة، كذلك تركيا تخشى هذا الشيء في هذه الأثناء. وعليه وعلى مدار عقدين أو أكثر رأينا بأن إيران تستغل القضية الفلسطينية من أجل أجندتها الإقليمية، وهنالك تصريحات يعني وهنالك مساندات ومساعدات أولها للجهاد الإسلامي وثم لحركة حماس. الآن الاصطفافات الإقليمية والانقسام الداخلي الموجود في الصف الفلسطيني بات خطيرا جدا. يعني هذه العودة، حماس تركت دمشق 2011 مع نشوب طبعا الربيع العربي بسبب ما جرى وبسبب كل الإقصاء وما حدث من احتقان للسنة في 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 سوريا، وكان يصعب على حماس كحركة مقاومة فلسطينية طبعا تابعة لإخوان المسلمين أن تقبل هذا الشيء، لأنها سرعان ما عادت الآن بسبب الوضع السياسي إلى الصف الإيراني، وهذا يلقى نقد كبير جدا وعدم رضا كبير جدا من دول الخليج ومن داخل السلطة الفلسطينية. وعليه ربما هذه مرحلة خطيرة جدا في التحركات التابعة لحماس، وأنا أرى بأن إيران تستغلها بذكاء
من أجل أجندتها. نعم، دعونا ننتقل مباشرة للكاتب الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة محمد رشيد عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا. مرحبا بك معنا محمد. بداية، استمعنا إلى هذه الأنباء الإسرائيلية وتقديم وزارة الخارجية الإسرائيلية طلب وتقرير إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بإعاز إيراني ولربما من قبل حزب الله لتكوين قوة عسكرية حمساوية في جنوب لبنان. كيف قرأت الأوساط لربما السياسية وحتى الشعبية في قطاع غزة هذه التطورات فيما يتعلق بهذا النبأ؟ نعم، يعني مساء الخير بداية لك ولضيوفك الكرام. منذ بدء التقارب الإيراني ما بين حماس وإيران، وتحديدا عندما تحدث السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة عن هذا التقارب الكبير، وفي كل مرة يتحدث ويتصرف بهذا الأمر بأن هناك دعم عسكري ومالي لا محدود لكتاب القسام والجناح العسكري لحماس. حماس تريد أن تخلق أكثر من جبهة لأكثر من نقطة. النقطة الأولى بأن قطاع غزة هو المعقل الأخير لمعاقل الإخوان المسلمين كنقطة يتواجد بها جناح عسكري مسلح بقواعد بحكم، وبالتالي حماس لا تريد أن توزع الجبهات أو توزع المواجهة بشكل أو بآخر. وبالتالي من خلال هذا التقارب الإيراني الكبير ومن خلال هذا الدعم المفتوح من خلال حزب الله ومن خلال المنافذ الأخرى، تريد حماس أن يكون هناك مواجهة جديدة أو جبهة جديدة تخفف من عبء المواجهة على قطاع غزة، وبالتالي تحقق مكاسب سياسية ومكاسب عسكرية ربما تضغط من خلالها على إسرائيل، وعلى أيضا أن تكسب يعني جولات جديدة من خلال هذه المنافذ الجديدة، سواء كانت في جنوب لبنان أو في شمال فلسطين أو في مناطق أخرى. وبالتالي هذا التكتيك كان موجودا بعد حرب 2014 من خلال أن يكون هناك عمليات أخرى وعمليات خارجية لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية وتحديدا لحماس، على غرار ما كان يحدث للفصائل الفلسطينية في السبعينات كالجبهة الشعبية وغيرها، ولكن بتكتيك مختلف وبدعم مختلف. وهذا ما تريد إيران أيضا. نعم. والدول التي تؤيد الحلف الإيراني بشكل أو بآخر بأن يكون هناك ضغط فلسطيني ولكن من محاور مختلفة، سواء كان بالمناطق التي يتواجد بها حزب الله أو غيرها من الفصائل أو الجهات العسكرية التي تشكل تهديدا لإسرائيل. نعم، الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد رشيد كنت معنا من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد، فيما يتعلق بما ذكره محمد، هل بالفعل يمكن لحركة حماس أن تتخذ جبهة أخرى ضد إسرائيل؟ وهل يمكن القول بأن لبنان هي الجبهة الأكثر أمان في ظل هذا الحصار الكبير على قطاع غزة من قبل جانب الإسرائيلي وحتى من قبل دول عربية لربما؟ أنا أعتقد أن التوجه الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه المسألة مبالغ فيه، وهو توجه سياسي بالدرجة الأولى أكثر منه أمني وعسكري. نعم. ويريد أن يوسع دائرة المواجهة السياسية في هذا الإطار. أريد أن أذكر أن حزب الله خرج إلى لبنان، من لبنان إلى سوريا للدفاع عن الخاصرة التي كان أو الرئة التي كان يتنفس منها، ولو أغلقت عليه سوريا لكان مصير حزب الله مصيرا يعني كثير صعب. نعم. وبالتالي كان الخروج بهذا الاتجاه. الآن المتغير أثناء المواجهة في خلال الأزمة السورية ظهرت مصالح جديدة لإيران ولحزب الله على المستوى أوسع من الدفاع فقط عن الرئة التي تتنفس منها. ظهرت مصالح جديدة، هذه المصالح الجديدة ده أهمها متغير جديد وهو الموقف الروسي. الموقف الروسي الذي تحدث عن خروج كل القوات الأجنبية بدءا من الأمريكان وانتهاء بكل القوات، وعندما حتى قيل كل القوات يعني كل القوات بما فيه يعني الحديث حزب الله وإيران كل القوات، حتى خرج الرئيس السوري وقال أنه لا يوجد قوات حقيقية إيرانية في سوريا. الموقف الروسي يعني أن حزب الله سيضطر إلى الانكفاء مرة أخرى إلى موضع القديم، وهذا يشكل تهديد حقيقي. هذه إعادة الموضع بتتطلب عند حزب الله حسابات جديدة. هذه الحسابات الجديدة لا زالت لسه مبكر على الحكم عليها وإنها تصل إلى شراكة وإلى إلى إلى وجود حماس في لبنان. هناك عوائق كثيرة تمنع وجود قواعد عسكرية لحماس في لبنان. أولها الخلاف بين سوريا وحماس لا زال قائما، وبالتالي لن تسمح سوريا لحزب الله حليفها أن يكون كذلك. ثاني أنه في لبنان بعد يعني وجود الثورة لسنوات طويلة في لبنان، هناك الآن
شبه إجماع من اللبنانيين أنهم لا يريدوا أن يكون هناك قواعد مسلحة لأي جهة وخاصة فلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية الدولة الرسمية والمؤسسة الرسمية. هناك عوائق كثيرة. التقرير بأكمله التوجه الإسرائيلي بأكمله مبالغ فيه وله أهداف سياسية، لأن هناك عوائق دولية إقليمية ومحلية تحول دون ذلك. إسرائيل تهرب من المشكلة الأساسية للتوسع المواجهة، المشكلة إنه مشكلتها مع الشعب الفلسطيني، مشكلتها بإنهاء الاحتلال، بإنهاء الحصار على قطاع غزة، ولا داعي لهذه الألاعيب التي ليس لا يوجد لها أساس يعني سياسي موضوعي. دكتور وهبي، بالفعل هناك عوائق كثيرة لوجود قواعد عسكرية بالفعل ومقاتلين حمساويين في جنوب لبنان. على ماذا يعتمد الجانب الإسرائيلي بهذه التقارير؟ يدل الحديث في الأيام الأخيرة عن تقارير استخباراتية بالفعل تدل على وجود مساعي إيرانية ومن قبل حزب الله لبناء مصانع صواريخ، لبناء أيضا أماكن تدريب للمقاتلين، وحتى يدل الحديث على الاستماع لعدد كبير من التصريحات من قبل قادة الحرس الثوري الإيراني. أولا، الاستخبارات الإسرائيلية هي دقيقة جدا تاريخيا نحن نتحدث، وأكبر إثبات على ذلك هو الاستهداف المباشر لكل القواعد العسكرية الإيرانية التي حتى فاجأت الإيرانيين أنفسهم وحزب الله بنفسه. فهنالك قدرات استخبارية عالية، وإسرائيل تحافظ على اسمها من هذه النواحي. ربما هنالك تضخيم لصفات معينة من أجل أهداف سياسية، وهذا طبعا هذا يعني نوع من حوار صحيح، ولكن إسرائيل، وهنا أنوه إلى شيء هام استراتيجي، على ما يبدو أن هنالك اتفاق استراتيجي أمريكي روسي إسرائيلي ومتفاهم عليه مع الدول العربية بأنه هنالك مصلحة مشتركة لكل هذه الأطياف وكذلك النظام السوري بمنع التموضع الإيراني العسكري في داخل الأراضي السورية من أجل عودة الحياة الطبيعية وكل التحليلات والتفاهمات السياسية في الداخل السوري. وعليه لن يقبل لا لبنان ولا كل هذه الجهات المتواجدة الآن إقليميا ولها وزن كبير جدا دول عظمى باستمرار نفس النوع من المقاومة المسلحة، إن كان ذلك من داخل لبنان أو من داخل سوريا، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالقضية الإسرائيلية. يجب أن نذكر بأنه كان تغييب كبير جدا للقضية الفلسطينية، وقد تظهر الآن، ومن المستحسن أن تظهر القضية الفلسطينية كقضية عالقة مستقلة من أن تكون جزء من تداعيات إيرانية وإلى ما ذلك. نعم دكتور أحمد، لك التعقيب بثواني. أنا أعتقد تحدثت عن تضخيم في وأهداف سياسية لهذا الحديث الإسرائيلي، لم أتحدث عن الجانب الاستخباري. لن يكون هناك إمكانية في لبنان للسماح لتواجد عسكري في الجنوب. نعم دكتور أحمد غنيم، لن يقبل ولا عالميا. نعم. القيادة في حركة فتح. دكتور أحمد غنيم شكرا جزيلا لك. دكتور علان وهبي مستشار الأمن القومي في إسرائيل شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي ملفاتنا في هذا المساء، فتفضلوا بالبقاء معنا. المناظرة المسائية، قضية نختارها من أبرز أخبار اليوم نضعها على الطاولة بين وجهتي النظر. أنت محتل الإسرائيلي، قاتل، مش محمد، مش عيب عليكم. المناظرة المسائية فقط على شاشة i24 في الأوقات التالية. لكل خبر سياسي خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية، سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، سلع وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. الملفات الاقتصادية تأتيكم في الأوقات التالية. بين السطور هناك حقيقة منسية، وفي عمق العناوين أجندات مخفية، مقالات وتحليلات لرسم السياسات، وفي الصفحات نغوص في الملفات، نقرأ الأخبار من صناع القرار، نتعمق في التحليل، نبحث عن السياق وخلفيات الأمور خارج الصفحات وبين السطور. العدد الأخير يأتيكم في الأوقات التالية. The Middle East, cradle of civilization, epicenter of the major crisis and conflicts that affect our world today. i24 News is a witness. Our journalists live and breathe there every day.
Get all the latest from our studios in Tel Aviv, New York, Washington, and Paris. As news happens, where it happens. I-24 News. See beyond. أهلا بكم من جديد مستمرون في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية. الملف النووي الإيراني حاضر في اجتماعات مجموعة الدول السبع وقمة شانغهاي. تأكيدات في كندا على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية واتفاقات في شانغهاي على الالتزام بخطة العمل النووية الإيرانية المشتركة. بعد أزمة سياسية واقتصادية عصفت بالأردن، السعودية تدعو العاهل الأردني لقمة عربية تحضرها الكويت في مساء خليجية لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية في عمان. استمرارا لنقاش تداعيات انسحاب واشنطن الاتفاق النووي الإيراني، وخلال اجتماعات في كل من أقصى شمال أمريكا وأقصى شمال آسيا، ناقشت كل من القمة الروسية الصينية الإيرانية في شنغهاي وقمة مجموعة الدول السبع، ناقشت الملف الإيراني، منها ما دعا إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ومنها من دعا إلى ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. نقاشات تأتي في ظل استمرار المطالب الإيرانية من أوروبا باتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني. مجموعة السبع الكبار وفي ختام قمتها كشفت عن تباينات بين الولايات المتحدة ومعظم الدول المشاركة في القمة. أول تلك التباينات كشفتها مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غضب واشنطن من البيان الختامي للقمة في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حول فرض كندا رسوما جمركية على مزارعين وشركات أمريكية، ما يعني فشلا في تجسير الفجوة التجارية بين واشنطن وشركائها. أما الملف الإيراني، ومع أن الدول المشاركة أجمعت على التعهد بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي وفقا لما قاله ترامب، إلا أن الخلافات بين الشركاء على جانبي الأطلسي لا تزال ماثلة، فأمريكا انسحبت من الاتفاق وأوروبا لا زالت تلتزم به. ومن أقصى شمال أمريكا إلى أقصى شرق آسيا انطلقت اليوم قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تضم روسيا والصين والهند ودولا أخرى. مشاركة روسيا تحمل رمزية خاصة كون موسكو أخرجت من مجموعة الثمان الكبار قبل سنوات ليصبح اسمها مجموعة السبع الكبار، ما يضيف تباينا جديدا على تباينات أعضاء مجموعة السبع، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعودة روسيا إلى المجموعة. وفي شنغهاي كانت المشاركة الإيرانية لافتة. بلادي التزمت بالكامل بالاتفاق النووي، جميع الأطراف في الاتفاق مسؤولة عن الوفاء بجميع الالتزامات التي اعترفت بها تماشيا مع خطة العمل المشتركة، كما تم إلزام أعضاء آخرين في الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن 2231 والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرقل التنفيذ. هذا ويرى المراقبون أن قمة شنغهاي قد تشكل بالنسبة لكل من موسكو وطهران هامشا للمناورة ضد أي إجراءات اقتصادية أمريكية أو غربية قد تتخذ ضد أي من البلدين على وجه الخصوص. وانضم إلينا في الاستوديو الباحث في مركز القدس لشؤون الدولة والجمهور سيد منحاس عنبري، مرحبا بك معنا. وسيد قاسم خطيب خبير شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بك. أبدأ معك سيد قاسم، الحديث عن الملف النووي الإيراني كان في القمتين، قمة تحدثت عن تمسك والتزام بالاتفاق النووي، قمة أخرى كان فيها تباين في المواقف ولكن أجمعت لربما على القول بأنه يجب على إيران عدم امتلاك أسلحة نووية. هناك إجماع في الموضوع النووي، وأعتقد أن الولايات المتحدة لا تناقش موضوع النووي أو أن الاتفاق الذي وقع في حينه كان يسمح لإيران بالوصول إلى أسلحة نووية. هناك أسئلة مختلفة وعديدة تطرح الآن بالنسبة لبعد ما بعد انتهاء الموعد، وبالنسبة والأهم هي بالنسبة لمشروع الصواريخ الإيراني، وبالتالي هي ربما هذه كانت النقطة الأساسية إلى حين الانسحاب الولايات المتحدة. انسحاب الولايات المتحدة
أتى مع خطوات أخرى وضعت الشريك الأوروبي في مأزق. المأزق الأساسي ربما هو المأزق الاقتصادي، ولكن بالنسبة للأوروبيين إيران هي دولة قريبة. عندما بدأت موسم الهجرات إلى أوروبا وصلوا من مناطق أبعد من إيران، وصلوا من أفغانستان وباكستان، وبالتالي هناك مصلحة قوية لدى أوروبا تختلف عن المصالح الأمريكية اتجاه إيران بعدم حصول زعزعة إلى درجة ممكن أن تضر في الاستقرار الداخلي وأن تحمل موجات من اللاجئين، بالإضافة أن هناك عقود تجارية كبيرة جدا موقعة ما بين شركات أوروبية أساسية وإيران، وبالتالي هناك الموضوع الاقتصادي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اتفاقيات التجارة العابرة للأطلنطي وموقف إطراب منها، فهناك ضرر أيضا مضاعف بالنسبة للشريك الأوروبي. شنغهاي هي ليست بعظمات الجي 7 أو الجي 8 أو حتى الجي 6 إذا ما طرد الولايات المتحدة، ولكنها تمثل منطقة مهمة جدا في الاقتصاديات العالمية. هي منطقة تبدو أنها تحمل في طياتها تطورات مهمة جدا وإزدهار متسارع، ولكن لا يمكن لها أن تكون بديل اقتصادي أو بديل سياسي للنظام الإيراني، خصوصا وأن روحاني الرئيس الإيراني الذي رأيناه في التقرير هو عمليا يصارع على أكثر من جبهة. الجبهة الأولى في محاولة للحفاظ بطريقة أو بأخرى على استمرار الاتفاق النووي، ولكن هناك أيضا معارك داخلية تحديدا مع الإمام ومع حراس الثورة، وبالتالي الأمور في غاية التعقيد. ربما كمناورة سياسية شنغهاي تعطي بعض الأمال للشارع الإيراني، ولكن الموضوع الأساسي أعتقد هو في العلاقات مع الأوروبيين والأمريكيين. نعم سيد بنحس، تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مستمرة حتى هذه اللحظة، رأينا ذلك في تلك وكلتا القمتين في شنغهاي وحتى في كندا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. طبعا فيهن موضوعين، موضوع المصلحة الأمريكية وموضوع المعنوي، القيم المعنوية لأمريكا. بالنسبة للمصلحة السياسية لأمريكا، بتأكيد أن إيران بالنسبة لأمريكا شريك مهم جدا، يعني لإلها هي في قلب يعني مناطق كتير مهمة لأمريكا زي العراق الخليج روسيا أفغانستان إلى آخره. فمنبر الكواليس لسياسة أوباما بموضوع التقرب من إيران كانت الحسابات هذه اللي نبعوا من حسابات CIA وجابوهم للبيت الأبيض، وجابوا روحاني كرئيس لإيران بسبب أوباما. اليوم أوباما غير موجود، فالقيم المعنوية لأمريكا غلبت على المصلحة السياسية. فاليوم رئيس ترامب هو يعني لا يعتبر المصالح الأمريكية بالنسبة لإيران، ويفضل القيم الأمريكية، القيم المعنوية للغرب. ومن هون كمان روحاني أنا مي شايف إله مستقبل في إيران، لأنه جابوه لغرض معين، فهذا الغرض غير موجود اليوم. فبالعكس حراس الثورة معنيين بتعظيم الأوضاع مع الغرب مع أمريكا في أي طرف، مشان بس بأوضاع التعظيم ممكن هم يتغلبوا على ثورة داخلية في إيران. نعم سيد قاسم، أكيد لديك التعقيب على ما قاله سيد بنحس، ومن شق آخر لمن يتابع التصريحات الإيرانية في الآونة الأخيرة وخصوصا اليوم، تصريحات تدعو الاتحاد الأوروبي لكي يكون موقف حازم أو يتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق النووي. كان التلويح الأمريكي بورقة الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية بات يثمر ربما فيما يتعلق بالموقف الأوروبي. هناك محاولة من النظام الإيراني لاستثمار المأزق أو الأزمة التي ولدت في قمة الجي 7 ما بين ترامب من جهة وبين شركائه الأوروبيين وحتى شركائه الكنديين. وبالتالي أغلب التصريحات التي نسمعها اليوم والتي سمعناها خلال الفترة الماضية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، التصريحات الإيرانية اتجاه الاتحاد الأوروبي، هي محاولة لتحسين فرص التفاوض حول في مرحلة ما بعد إلغاء الاتفاق. إلى أي مدى إيران في وضع يسمح لها تحقيق المزيد من الإنجازات مع كل الضغط أو مع كل الغضب الأوروبي والكندي اتجاه الرئيس الأمريكي،
حتى هذه اللحظة لا تبدو أن حظوظ إيران في أفضل حال. نعم، ضيوفي في الاستوديو ستبقون معي مشاهدي الكرام، دعونا ننتقل إلى ملفنا الرابع والأخير. في أعقاب أزمة سياسية واقتصادية داخلية عصفت بالأردن، توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المملكة السعودية في قمة عربية تضم الكويت أيضا بعد دعوته من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. دعوة سعودية تأتي في ظل أزمة مالية تعاني منها عمان، خصوصا بعد إيقاف الدعم المالي من قبل دول الخليج. زيارة تأتي في توقيت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتمرير صفقة القرن، والتي يقال أنها تتضمن عودة الحديث عن وطن بديل للفلسطينيين، ألا وهو الأردن. اجتماع رباعي تستضيفه السعودية بمشاركة الأردن والإمارات والكويت لبحث الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة. مبادرة سعودية تأتي بحسب مراقبين بعدما شعرت العواصم الخليجية بصعوبة الموقف الأردني، وأدركت أن تركه وحيدا مع أزمته لن يفيد أمنها، بل إن مساعدته ستخدم مصالح الخليج الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية. في حين يقول آخرون ومنهم نائب في البرلمان الأردني إن بعض الدول الخليجية تعاقب الأردن وأوقفت مساعداتها له بسبب موقف المملكة من صفقة القرن ورفضها الخضوع للضغوط التي مورست عليها. نحن نثمن عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى هذه القمة لبحث السبل التي يمكن أن يكون هنالك دعم للأردن في مواجهة الظروف والتحديات الصعبة الاقتصادية بشكل محدد. اليوم أيضا شهد الأردن تحركا أوروبيا لإخراجه من عنق الزجاجة بتخصيص 20 مليون يورو كجزء من مليار يورو لمساعدة الأردن خلال السنوات القادمة، وهو ما أعلنت عنه ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. لقد ركز جزء من زيارتي هذه المرة على الدعم الثنائي القائم بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والدعم العملي الملموس الذي نجلبه اليوم في هذه الزيارة، وهو 20 مليون يورو الجاهزة للتسليم لحظة توقيعنا. والدعم يركز بشكل خاص على برامج الحماية الاجتماعية. الأردن يواجه خلال العامين الأخيرين تحديات اقتصادية، لا سيما بعد تراجع مساعدات الدول الخليجية للمملكة، إضافة للأوضاع الإقليمية وعلى رأسها أعباء اللجوء السوري وتداعياته على الاقتصاد الأردني. فهل تخرج قمة مكة الأردن من أزمته؟ أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو، سيد بن حسن عنبري مرحبا بك، والسيد قاسم خطيب مرحبا بك مجددا. دعونا نرحب بالسيد رجاء طلب المحلل السياسي الأردني، مرحبا بك، تنضم إلينا عبر خدمة سكايب. أبدأ معك، في أي ظروف يتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المملكة السعودية؟ في أي ظروف اقتصادية وسياسة تمر بها الأردن في أثناء هذه القمة؟ يعني تماما كما أشار تقريركم، الظروف صعبة، يعني هناك أزمة اقتصادية بنيوية لدى الأردن، ولكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب قلة المساعدات أو انعدامها في لدى بعض الأطراف، وأيضا زيادة حجم اللجوء والضغط على البنى التحتية من قبل اللاجئين السوريين الذين استضافهم الأردن، علاوة على المشاكل السياسية الموجودة في العراق وفي سوريا، والتي تسببت عمليا في إغلاق الحدود مع سوريا تماما، وفي تعطيل انسياب التبادل التجاري بين العراق والأردن، وهذه تسببت في الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية. هناك أكثر من 200 مصنع في الأردن تم إغلاقها أو أغلقت تلقائيا من قبل أصحابها، نظرا لأن السوق العراقي أصبح مغلقا في وجه منتجاتها. هناك ظروف عديدة سيئة لدى الأردن في النواحي الاقتصادية، أيضا بالنواحي السياسية هناك ظروف صعبة، هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة على القيادة الأردنية وعلى جلالة الملك شخصيا للتساهل في مسألة القدس، وتحديدا في البعد المتعلق
فيها كعاصمة لدولة إسرائيل. نعم سيد رجاء ابقى معي، أبدأ معك سيد قاسم أيضا في الاستوديو في هذا الشأن. وكأن الأمور في الأردن أخذت منحى آخر، كان الحديث يدور عن أزمة داخلية سياسية بقيت طبعا، ولكن الأمور الحديث يدور عن هدوء نسبي في الشارع الأردني. اليوم يدور الحديث عن نواحي سياسية، خروج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى السعودية، وكأن الأمور بدأت تأخذ منحى سياسي آخر. طوال الوقت كانت هناك أزمتان متوازيتان تسيران مع بعضهما البعض في الأردن، الأزمة الداخلية والأزمة الخارجية، ولكن بشكل عام بسبب التطورات التي حدثت في الإقليم في السنوات الأخيرة التركيز دائما كان ينصب تحديدا في اتجاه الأزمات الخارجية. ما حدث اليوم، السعودية، الكويت، الإمارات تحاول إيجاد حل للأزمة الموجودة في الأردن. اليوم هناك تقاطب حاد في المنطقة، اليوم بعد انتهاء الحرب السورية مع قرب انتهاء الحرب الأهلية السورية ومع حالة التقاطب الإقليمي في المنطقة، لا يمكن للمحور العربي أن يسمح أن تقع دولة عربية أخرى في ربما نقول المعسكر الآخر. وبالتالي الملك عبد الله يسافر إلى السعودية، هو ليس فقط في موقف ضعف، هو أيضا لديه موقف قوة، لديه أطول حدود مع إسرائيل، ولديه تداخل مع العراق، ولديه تأثير على جزء من الفعاليات السياسية داخل العراق، أيضا هناك الملف السوري. وبالتالي هو لا يصل إلى هذه القمة كالطرف الأضعف، ولكن ربما الجهة الأضعف في هذا السياق هي عمليا الداخل الأردني، بمعنى هناك مشاكل بنيوية اقتصادية خلقت مشاكل اجتماعية داخل الاقتصاد الأردني. حلحلة هذه الأمور لا تأتي من خلال توفير المزيد من الدعم الداخلي الخارجي، هناك حاجة لإعادة تغيير ربما جذرية وأساسية في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن التعاطي بشكل أفضل مستقبلا مع هذه الأزمة. الأردن منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة تقريبا لم تمر في فترة عاشت فيها حالة من الازدهار الاقتصادي والرخاء، وبالتالي هناك حاجة لتغيير أيضا جزء من المعادلات الداخلية في الأردن، وليس فقط العلاقات مع الدول المانحة العربية من وغير عربية. نعم سيد بنحس، إذا أردنا أيضا أن نأخذ قراءتك في هذا الشأن وقراءة الجانب الإسرائيلي لما يجري اليوم في الأردن، أكيد الجانب الإسرائيلي على غرار أطراف عديدة لا يريد لربما توتر في الأحداث في الشارع الأردني وحتى داخل الأردن. 100% بالتأكيد إسرائيل مانية باستقرار الأردن، لأنه زي ما تفضل الأستاذ إسرائيل والأردن إلى حدود طويلة أطول من أي حدود أخرى، فالحمد لله الحدود هذه مستقرة، فهذا مش مؤكد تكون مستقرة ومطمئنة. شايف إذا بصير انهيار النظام الأردني فمن راح يحمي الحدود؟ فمن هون إسرائيل بتراكب بحذر تبعات الأردن، فيها كتير معنية باستقرار الدولة المجاورة إليها. نعم أعود إليك سيد رجاء عبر خدمة سكايب، مرحبا بك مجددا. فيما يتعلق بهذا الشأن، هناك من يقول بأن الأمر أصبح أكبر من قضية ضريبة الدخل أو أكبر من أزمة اقتصادية داخل الأردن. اليوم يدور الحديث عن محاولات لتمرير صفقة القرن، لربما فرض إملاءات من قبل أطراف معينة، كيف يمكن قراءة ذلك أيضا؟ نعم الأزمة، أنا يعني تشخيصي أن الأزمة في الاقتصادية في الأردن هي أزمة بنيوية متراكمة على مدى سنوات دون حلول، وسببها الأساسي هو الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على المساعدات الخارجية وتحديدا على المساعدات الأمريكية الخليجية، ومن هنا أي خلل في هذه المساعدات يسبب انفجار في 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 نمط الاقتصاد الأردني التقليدي المتهالك إلى حد كبير. أما هل هي فقط أزمة اقتصادية؟ حتى المساعدات التي تقدم للأردن عليها ضريبة سياسية، لا تقدم للأردن نتيجة أن هناك جمعيات خيرية تسمى دول صديقة تريد أن تخدم الأردن، لا، هذه المساعدات تقدم لأسباب سياسية. إذن نعود إلى جذر القصة وهي الأبعاد السياسية والعلاقات السياسية. الأردن يعاني معاناة حقيقية منذ مجيء إدارة ترامب في علاقاته، أولا مع هذه الإدارة التي كانت وما زالت تعتبر حليفا استراتيجيا دائما للأردن منذ الخمسينيات من القرن الماضي، هذا ناحية. أيضا انعكست الخلافات بين الإدارة الترامبية وبين الأردن على العلاقات بين الأردن ودول الخليج، وتحديدا في البعد المتعلق بالقضية الفلسطينية وتمرير السياسات الإسرائيلية
في فلسطين والقضية الفلسطينية، وبالتالي الأردن الآن يعاني من فقدان حلفائه، هو علاقاته فاترة إلى حد كبير مع الإدارة الأمريكية، وعلاقاته فاترة كما تعلم مع السعودية وإلى حد ما مع الإمارات، وفقط هي الكويت التي تحاول أن توازن وتعيد الحياة والنشاط إلى العلاقات الأردنية الخليجية. وبالمناسبة هذه القمة التي تعقد في جدة، الجهد الحقيقي في عقدها هو للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، وليس مبادرة من ملك السعودية. وبالتالي الأردن يعني يعيش أزمة مريرة، فقد حلفائه، لا حلفاء جدد بدائل، على العكس تماما إيران التي لا توجد علاقات مع بينها وبين الأردن، يعني أقصد علاقات جيدة، هي الآن الجار الحقيقي والواقعي لها في الحدود في سوريا، جار للأردن، وفي العراق جار للأردن، وهذه تعتبر واحدة من التحديات الخطرة جدا، لأنه إيران تعني إرهاب، تعني التدخل في شؤون الداخلية للأردن، في أمن الأردن وفي استقراره. وبالتالي هناك أصدقاء فقدهم الأردن، وهناك جيران جدد لا علاقة للأردن فيهم، إيران أقصد، وبالتالي هو يعيش مرحلة تاريخية صعبة بكل المقاييس. نعم سيد قاسم، أكيد ما قاله السيد طلب يحتاج التعقيب، خصوصا في ظل الحديث عن توقف الدعم الخليجي السعودي الإماراتي للأردن التي تعتمد بشكل أو بآخر على المساعدات الخارجية، وأيضا في إطار الحديث عن إيران، قطر، تركيا، وهذا هذه التطورات لمن تابع الشأن الأردني، أكيد كان هناك تصريحات من قبل أهل الأردن وأيضا الأطراف الحاكمة وحتى مجلس النواب الأردني، قالوا بشكل واضح بأن العاهل الأردني تلقى مكالمة هاتفية يوم الجمعة من قبل أمير قطر، ومن ثم تم دعوته من قبل الملك أو ولي العهد محمد بن سلمان. من الواضح أن في إطار الأزمة الخارجية كل طرف سيحاول أن يستفيد بطريقة أو بأخرى من أي معادلة أو من أي معضلة جديدة تظهر على الطاولة. ولكن فيما يتعلق في موضوع إيران، إيران لديها الكثير مما تعرضه على الأردن. المشكلة في حال كبر الأردن لهذه، الأردن لا يستطيع أن يقبل بسهولة هذه الاقتراحات لأسباب لها علاقة في العقلية الأردنية، العقلية السياسية الأردنية، وأيضا في عقلية الشارع الأردني. ولكن في المقابل هناك، حتى لو قبل الأردن، هناك مجموعة محظورات، أيضا هناك إسرائيل والتحسس في كل ما يتعلق في الموضوع الإيران، وهناك أيضا السعودية. فبالتالي المعضلة الموجودة الآن ربما يمكن قبول بعض العروض المقترحة أو التي تأتي من خلال إيران وقطر وتركيا كطرف واحد، وليس من خلال إيران لوحدها. ولكن مجرد التفكير بالتوجه إلى هذا الموضوع، يعني تغيير مطلق في الدي إن إيه السياسي الذي رافق التفكير الأردني منذ الخمسينيات حتى هذه اللحظة. ولكن أود أن أشير إلى نقطة أخرى أعتقد فيها مجموعة من التحديات التي لا تقل عن كل ما ذكرناه، هو طبيعة العلاقات داخل الشارع الأردني. بمعنى هناك أزمة ثقة غير عادية ما بين الشارع الأردني وما بين البرلمان. هناك في الانتخابات الأخيرة أذكر نسبة كبيرة من الأشخاص الذين استطلعنا أراهم بالشارع عملياً يعني كانوا فاقدي أي أمل في نتائج الانتخابات حتى قبل حصولها. وبالتالي هناك معركة حقيقية داخل الأردن لإعادة بناء ربما النسيج السياسي الاجتماعي داخل هذا البلد، وإعادة تغيير العديد من طرق التفكير التقليدية، والبدء بالتوجه نحو رؤية حقيقية لما يوجد من ثروات داخل البلد وكيف يمكن استغلالها. قد يكون في النهاية لا يوجد أي ثورة سوى الثورة البشرية، وبالتالي يمكن تغيير مجمل الاقتصاد الأردني للتعاطي مع هذه النقطة. ولكن الأزمة في الأردن ليست فقط أزمة جوار، وليست فقط أزمة سياسية خارجية. نعم سيد بنحس، لمن تابع ما جرى اليوم، أيضا الاتحاد الأوروبي وبمساعدة مسؤولة الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية موغريني قدمت دعم للأردن، أكيد أيضا الطرف الأوروبي مهتم بما يجري في الأردن على غرار أطراف أخرى، قيمة 20 مليون دولار دعم داخلي للأردن. هذا ولا أي شيء. يعني الدعم الأوروبي للأردن غير جدي، يعني أوروبا معنية أكثر بالفلسطينيين، وكذلك فلسطينية ومستعدة تستثمر في فلسطين أكثر من الأردن. فكمان كمان مشاكل الأردن مع السعودية هي مشاكل سياسية بالأساس، لأنه في تكتب بالإقليم كان المطلوب من الأردن أنه
يكون مع السعودية في كل شيء، في اليمن وفي سوريا وفي أي موضوع. والأردن ما أخذت موقف لا في اليمن لا في سوريا، فمكون كان خيبة أمل السعودية بهذا الخصوص، ومن هون كانت شوي بخيلة في موضوع الأون للأردن. فأنا متأكد أن اليوم بن سمارة يقول للملك يعني أنت معنا ولا أنت ضدنا، إذا أنت معنا تكون معنا، إذا أنت مش معنا شو الحاجة إنا فيك يعني، فلتكون إيران يكون أسهل بالنسبة لنا ممكن. فبيدهم اليوم بيدهم لما يقدم الملك بيدهم وضوح، أنت معنا ولا أنت مش معنا، أعطي كلمك كلمتك. نعم سيد رجاء، فيما يتعلق بهذا السياق، هل يمكن أن يعود العاهل الأردني لربما بحلول في للأزمة الاقتصادية في الأردن، ولكن بالمقابل سيدفع ضريبة لربما توجهات سياسية خارجية، منها الحديث عن صفقة القرن؟ ونحن نعلم أن الأردن لا يوافق لربما على العديد من بنود هذه الصفقة، خصوصا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والحديث عن الأردن كوطن بديل أيضا للفلسطينيين. يعني لا مجال إطلاقا للأردن ليقبل بأي تنازلات في الموضوع الفلسطيني، تحديدا في قضيتين، قضية القدس وقضية اللاجئين. هذه خطوط حمر بالنسبة للأردن، قد تؤثر بشكل مباشر على شخص الملك وعلى مستقبل النظام السياسي. الأردن كما تعلم أغلبية سكانه من أصول فلسطينية، وحتى الشرق أردنيين هم يعني متعصبون جدا وحساسون جدا من موضوع التعامل مع إسرائيل وتقديم التنازلات لإسرائيل في موضوع القدس وموضوع اللاجئين، لأن موضوع اللاجئين سيعمل على تغيير الهوية السياسية للدولة الأردنية كما تعلم. لذلك هما موضوعان حساسان. أعتقد أن يعني الضغط إن حصل، لا أعلم، أنا لا لست متابعا تماما لما يجري في جدة، ولكن إن حصل أعتقد أن الملك ذهب إلى جدة وهو يعني لديه مناعة عالية لمواجهة أي ضغوط في الموضوعين السياسيين اللتين أشرت لهما، القدس واللاجئين. أما من ناحية المساعدات فيجب أن يكون هناك مساعدات تلقائية. الكويت ستقدم بحدود مليار دولار، وقد تعهدت بذلك عبر عدة قنوات للأردن. الإمارات أعتقد أنها ستقدم أيضا برقم قريب من هذا الرقم. السعودية عليها أصلا يعني مبلغ 250 مليون لم تقدمهم، كانت تعهدت فيهم من قبل، والحكومة السابقة أدرجتهم في الموازنة، ولكن لم يأتي ولا دولار، وهذا كان سبب من أسباب العجز أي في الموازنة الأردنية التي أقرت مؤخرا وتسببت في هذه المشاكل. إذن يعني المساعدات ستحصل من على الأقل من الكويت والإمارات. نعم وصلت الفكرة. بالإضافة إلى الدعم الآخر الذي سيأتي من المحلل السياسي الأردني سيد رجاء طلب. نعتذر عن ضيق الوقت، شكرا جزيلا لكم، تمعنا عبر خدمة سكايب السيد قاسم خطيب الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. السيد منحس عنبري الباحث في مركز شؤون القدس للدولة والجمهور، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.